الفرصة القادمة هنقدمها لحركة جيش تحرير السودان، السيد مني أركم النامي رئيس إقليم دارفور. تودوك حاكم زمان. طيب، بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة جمهورية جنوب السودان، السيد مستشار الأمن القومي رئيس جمهورية جنوب السودان السيد توت بلواك، السيد وزير الاستثمار ديومطوك، والسيد نائب وزير الخارجية رمضان، والسيد مالك أغار عير نائب رئيس مجلس السيادة، أعضاء مجلس السيادة والوزراء التنفيذيين، الحضور جميعا من مكونات جبى السلام وموقعين على اتفاق جبى السلام، وكذلك المجتمع الدولي والإقليمي من الإيجاد والاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية ويونيت أمس. فجميعا التحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله. وسعداء جدا بأن نلتقي اليوم في هذه يعني الظروف الصعبة للسودان ولنبحث عن الحلول. نحن أولا نشكركم بالدور جنوب السودان الذي يعني في الحقيقة حقق كثير جدا من الاستقرار في السودان. لولا الحرب الأخيرة لكانت السودان يعني في الحقيقة ينعم بالاستقرار الدائم. ونحن بعد توقيع الاتفاقية افتكر دي ورشة أخرى أو ورشة ثانية، إذا استثنينا الورشة الأخيرة في مارس في الخرطوم. ولذلك نحن نشكركم على هذا المسعى الكبير وهمكم الكبير لإيجاد الحلول دائما للسودان. نحن بعد الحرب الصفحات القديمة طوت بالحرب الكبيرة التي يعني دمرت كل شيء في السودان، ونحن في الحقيقة نعمل بكل جد بأن نوحد كلمة السودان في منبر واحد، وبرضو ندعو المجتمع الدولي بالتوحيد المنابر والتوحيد كل الجهود التي تبذل وتوضع أو يوضع المنبر في مكان المناسب حتى يتحل أو تحل مشكلة السودان. ونحن كنا في الحقيقة بانشراح كبير جدا استقبلنا عندما تمت القمة في مصر في الشهر جولاي أو شهر 7 الماضي برعاية جمهورية مصر العربية والرئيس السيسي. وفي الحقيقة نحن استبشرنا خير بأن المنبر قد جاء في دول الجوار، وحتى هذه اللحظة نحن نسعى في الحقيقة بأن نجد منبرا في دول الجوار، لأن خصوصية دول الجوار خصوصية مع السودان معروفة، لأنه شاركوننا في الألم وفي التهجير القسري وكذلك استضافة اللاجئين والنازحين وكل الآلام التي يعني في الحقيقة نحن بنشعر بها في السودان. دول الجوار معنا وكذلك الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد. فلذلك نحن نسعى بكل جهد ونبلغكم ونرسل رسالتنا للمجتمع الدولي بأن يسعى لإيجاد منبر والتسليم الملف لدول الجوار، وخاصة السعودية العربية برضو أيضا، ونحن بالنسبة لنا دولة من دول الجوار لأنه الجيران معنا في الماء. وأيضا داخليا كما زلنا وسنظل نردد بأن بدون وحدة ووقوف مع بعضنا البعض لا يمكن أن نحقق. الذين يهرولون إلى الأمام فهم كذبوا وكذبتهم الحرب، والآن يجب أن يعوا أن هنالك شخصيات والأشخاص والقضايا متراكمة سودانية التي لم تحل هي التي تفجر الأوضاع وهي التي تخلق المشاكل. لأنه دائما إذا تم التعليق وتم تأجيل على أي قضية جوهرية التي أشعلت الحرب، وبالتأكيد
زي ما احنا بيقولوا انت تمسح الجدران في الصوف، انت ما قاعد تحل المشاكل. ولانه المشكله السودانيه هي ما تبديل سلطه ما بين اليسار واليمين بقدر ما انه التوافق ما بين الهامش والمركز وإزابة كل التراكمات السياسية والاجتماعية والدينية التي يعني في الحقيقة خلفه الاستعمار. فلذلك يجب أن نرجع ونعود ونجلس مع بعض من أجل إزالة هذه الأشياء ونضع قواعد لمؤتمر دستوري حقيقي من أجل خلق دستور دائم للسودان وخروج من عنق الزجاج اللي نحن فيه. ونحن لدينا الرؤية ورؤيتنا مفتوحة، ونحن نساعد كل المساعي من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، إيجاد دول الجوار على رأس جمهورية جنوب السودان وكذلك الدول الأخرى التي لم تحضر الآن هنا. جميعنا نحن في الحقيقة لدينا الرؤية، وهذه الرؤية نتمنى بأن تساعدكم من أجل وحدتنا ومن أجل إخراج بلادنا من الوضع الحاضر. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا الخائد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان.